الآن إلى لندن، أتحدث إلى ديفيد مادن محلل أسواق مالية في مجموعة أكويتي. صباح الخير ديفيد وشكرا حضورك معنا. كنا نتحدث قبل قليل عن الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم في شهر يوليو، وهذا كيف تفسر هذا الارتفاع؟ هل تفسره بأنه وصلنا يمكن إلى قاع وبدأنا بالارتداد، أم هل تفسره بأنه ارتداد مؤقت نتيجة تفاؤل فائض واشتياق إذا بدك من قبل المتعاملين في السوق لبعض الطلوع؟ على المدى القصير على الأقل برأينا نحن وصلنا إلى القاع في أسواق الأسهم العالمية وتحديدا في أمريكا. إذا نظرت إلى عائد سند العشر سنوات الأمريكي هو تراجع في الأسابيع القليلة الماضية، قبل بضعة أسابيع أو قبل بضعة أشهر كان هذا العائد قريبا من 3.5% عائد السند 10 سنوات، وحاليا هو أقل من 2.7%، وهذا التراجع سوف يمهد الطريق للمزيد من الرالي في أسواق الأسهم الأمريكية، وهذا الأمر سيقود إلى رالي نراه في أوروبا وبقية العالم. بما أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن عمليات الرفع المستقبلية ربما تتراجع، هذا الأمر أرسل الرسالة إلى السوق أننا ربما تجاوزنا الأسوأ فيما يتعلق بدورة التشديد. ويوم الخميس صدرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي السلبية لأن أمريكا دخلت في ركود تقني، وبالتالي الفيدرالي ربما قد يبطئ نتيجة لذلك وتيرة رفع الفائدة والتشديد. هذا الأمر أثر على العوائد ورفع الأسهم، والمتداولون عادوا إلى العادة السيئة وهي أن الأخبار السلبية تعتبر أخبارا إيجابية، أي أن الأخبار السلبية للاقتصاد تعني أخبارا إيجابية للبورصة. صحيح أن الاقتصاد الأمريكي ربما يدخل حالة ركود سطحي، لكن أسواق الأسهم تظل عند مستويات مرتفعة أو أعلى من المستويات المتدنية التي رأيناها في يونيو ويوليو، لأن المتداولين أقل اهتماما بالاقتصاد بل هم مهتمون بما سيفعله الفيدرالي. طبعا نحن نسمع من الفيدرالي وتوقعاتهم للاقتصاد والخطوات التي ممكن أن يقوموا بها ونيتهم أو هدفهم بلجم التضخم وما إلى ذلك، وبنفس الوقت سمعنا خلال الأسبوعين الماضيين نتائج الشركات وأيضا توقعات الشركات ونظرتها لأفاق الاقتصاد وأفاق نتائجها. أي منهم ترجح أكثر؟ هل تستمع أكثر إلى ما تقوله الشركات هذه الأيام أو أكثر لما يقوله الفيدرالي؟ هل في تناقض بين الاثنين برأيك؟ الأمر يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي، المستثمرون يركزون على ما سيحصل لمعدلات الفائدة ولعوائد السندات وكيف سيؤثر ذلك على البورصة. بطبيعة الحال رأينا استمرارا في التصاعد في أرقام التضخم في أمريكا، ورأينا الفوائد ترتفع، لكننا لم نرى ارتفاعا مقابلا في عوائد السندات الأمريكية. فعائد سند العشر سنوات تراجع في الأسابيع القليلة الماضية، وهذا يشير إلى أن المستثمرين يراقبون العوائد. الأرقام المتدنية التي رأيناها في يوليو كانت تحتسب عدة عمليات رفع الفائدة وبقوة، والأرقام الضعيفة التي رأيناها في S&P 500 في الأسابيع القليلة الماضية أو في الشهرين الماضيين كانت تحتسب تباطؤا في الاقتصاد وأسعارا أعلى، وهذا الأمر أكدته أرقام الشركات وتحديدا وولمارت وهي تعتبر مقياسا لأداء شركات التجزئة. وولمارت خفضت توقعاتها للنمو، لكن إذا نظرنا إلى العمليات البيعية في S&P 500 في اليوم الذي أعلنت فيه وولمارت عن هذه التوقعات السلبية، فهذا المؤشر S&P 500 رغم أنه شهد عمليات بيعية خلال هذا اليوم، لكن المستوى المتدني
في ذلك اليوم كان أقل مما رأيناه في يونيو ويوليو. إذن موضوع تراجع النشاط لدى المستهلكين، هذا الأمر أخذته البورصة الأمريكية بحسبانها. ديفيد، لكن بشكل سريع لو سمحت، ما سمعناه لاحقا من أحد أعضاء المجلس الفيدرالي كاشكاري يقول بأنه السوق فهمت باول غلط، أنه هو بعد عنده النية بالاستمرار بالتشديد أو بسياسة الهوكش يلي هو متخذها. فهل لنا نتوقع أن تعود السوق مرة أخرى لتسجل المستويات المنخفضة عن جديد إذا ما صدق كاشكاري؟ بالنسبة لسوء التفسير هذا، خلال المؤتمر الصحفي لباول قال إن هناك المزيد من عمليات رفع الفائدة، لكن الأسواق ركزت على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في رفع الفائدة لكن على نطاق أضيق. وبالنسبة لهذه كانت إشارة أساسية إلى أن الفيدرالي سيستمر في رفع الفائدة، هو لن يخفض الفائدة ولكن سيرفعها بوتيرة متدرجة وقليلة، وبالتالي حتى لو كان هناك تفكير برفع الفائدة بكمية قليلة، هذا يعني أننا وصلنا إلى نصف عملية رفع الفائدة أو 60% من عملية رفع الفائدة، وهذه إشارة إلى المراهنين على الصعود. إذن السيد كاشكاري محق في تفسيره، رأينا راليا قويا جدا في أسواق الأسهم الأمريكية على الرغم من أن التضخم ما زال مرتفعا والفائدة ستواصل صعودها، لكن من جهة أخرى أعتقد أن التفاؤل ربما يكون هناك مبالغا فيه على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والمدى البعيد هذا الارتداد في الأسواق الأمريكية سيستمر. ديفيد مادن، أشكرك شكرا جزيلا.